كيف تربح 100 دولار كاش من الانترنت في دقيقتين او ثلاث او خمسة حسب سرعة الانترنت اللي عندك. خلينا نبلش. ايوه صح، زي ما قرأت باسم الفيديو وزي ما شفت بالثمنهيل تبع الفيديو وزي ما انا فاجأتك في الانترو تبع الفيديو، انا جاسر مصطفى وهاي جي توكس، واللي اول مرة بيحضرني في ريت لو تعمل لايك شير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل، اعمل اللي بدك اياه. خلينا نبلش. هذا يا سيدي القصة وما فيها ان انا كنت قاعد في امان الله، فجأة قررت ان انا اصير انسان كثير منيح. ليش؟ ما بعرف، المهم انا قررت ان اصير انا انسان كثير منيح، وبدي اعمل مسابقة وبدي احتفل بعيد ميلادي واربح الناس معاي 100 دولار خليهم كمان يحتفلوا في عيد ميلادي. يلا ما هي خربانة خربانة. وقلت يعني انت عامل اشي وعامل، بدي اياها تكون فيها تحدي بسيط، اعمل مسابقة ويكون فيها تحدي بسيط واستفيد منها باشي برضو يكون بسيط والناس تتحدى بعض وتنبسط وكلنا مع بعض ننبسط. المهم قاعد افكر ايش هذا التحدي يا ابو الجواسر، ايش هاي المسابقة يا ابو الجواسر، ايش هاي المسابقة يا ابو الجواسر. وبعد صراحة تفكير طويل 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 ما استمر اكثر من 40 ثانية، وبعد تركيز خارق يعني تركيز عميق عميق عميق، اجت الفكرة وقلت خلينا يلا نعمل مسابقة من موقعنا www.gsubai.com، هيو هذا اللي طالع هون فوقي على السكرين، ونعمل دراسة بسيطة ونشوف مين فيكم عنده اصحاب يمون عليهم اكثر او بحبوه اكثر او بردوا عليه اكثر، انت ولا انت ولا هي ولا هو، ونشوف كل الفكرة وما فيها وكل المسابقة اللي ما فيها انك انت بتروح تدخل على لينك الفيسبوك اللي موجود عندك تحت في صندوق الوصف اللي هو لينك البوست تبع هذه المسابقة يا معلم. اول شيء بتعمله انك تعمل لايك للبيج تبعتنا اللي هي جيسو باي، وبتعمل لايك للبوست اللي هو مبين الصورة تبعته على السكرين، بتعمل له لايك هذا البوست تبع المسابقة، بعدين بتشوف شو بدك تسوي في المسابقة. هلا هذا اللينك اللي انت عملت عليه لايك او هذا البوست اللي انت عملت عليه لايك في جواته لينك لفورم، هذا الفورم معمول من مين؟ معمول من جيسو باي. تدخل على هذا اللينك بتعبي بتجاوب الاسئلة الموجودة فيه كلها، وفي سؤال هذا السؤال بيحكي لك انه انت كيف عرفت عن هذا اللينك او عن هذا الفورم او عن هاي المسابقة. في واحد من الخيارات اللي هو يوتيوب فيديو، بتروح تحط على خيار اليوتيوب فيديو، تمام؟ هذا انت بتحط على خيار اليوتيوب فيديو عشان يصير لك انت كمان أولوية لهذا السحب. هلا بعد ما تخلص كل الأسئلة وتجاوب كل الأسئلة الموجودة، وبليز خليك تكون شفاف كثير في الأسئلة، ما بهمني الأجوبة أنا إنها تكون بمصلحتي، بهمني إنه الأجوبة تكون فيها مصداقية وفيها accuracy أو دقة عالية. بعد ما تجاوب كل هذا الحكي وتعمل submit لهذا الفورم، الخطوة الثانية اللي انت بدك تعملها يا معلم انه انت بدك تبعت هذا الفورم لاكثر عدد من اصحابك، او بعت لهم هذا الفيديو خليهم يشوفوا هذا الفيديو، ابعت هذا الفورم لاكثر عدد من اصحابك بس في المكان اللي انت حطيت فيه يوتيوب فيديو، هم لازم يحطوا انه اللينك اجاهم من فريند. بعد ما يحطوا انه هذا اللينك اجاهم من فريند، في السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده شو اسم هذا الفريند؟ لازم اكبر عدد من الناس يحطوا اسمك انت او اسمك انت، فاذا اسمك جاسر بده يكون اكبر عدد من الناس حاطين اسمك جاسر وبنفس السبيلنج او بنفس طريقه الكتابه، اذا اعطيته اياه بالانجلش كله سمول فكلهم يكتبوا انجلش كله سمول، واسمك واسم العائله، يعني ما تحط لي بس اسمك لحالك احمد 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 احمد، راح يطلع مليون حدا احمد، فاسمك واسم العائله. هلا قد ما كان في عدد اكبر من الناس عم بحط اسمك في هذا الفورم، انا بيطلع عندي ستاتستيك وراح يطلع عندي اكثر حدا تم ذكره في هذا الفورم، وراح اعمل لايك على البوست وعامل لايك على البيج تبعتنا على الفيسبوك، اكثر واحد جمع اسماء هو اللي راح يفوز. هيك خلصت المسابقه. هلا اذا بدك تزيد فرصتك انك انت تربح، فلازم او الاحسن انك انت تعمل منشن لاصحابك على البوست على الفيسبوك اللي انت اصلا دخلت عليه وعملت عليه لايك، فاعمل منشن لاصحابك وخليهم يعملوا منشن كمان لاصحابهم. بعرف العمليه في كثير ناس ما بتحب تعملها، بس هي عمليه جدا 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 بسيطه، انا بهمني انك انت تدخل وتعبي الفورم وينذكر اسمك في الفورم اكبر قدر ممكن. بس ليش انت لو تروح تعمل منشن بتزيد فرصتك انك تربح؟ ممكن اول 2 3 5 6 من الناس اللي التوب انذكروا في الفورم يكونوا كلهم بنفس العدد، يعني كلهم مثلا ذكروا 300 مرة في الفورم، طب ال 300 مرة هدول كلهم ذكروا ما حنربحهم كلهم، راح نربح واحد. مين هو اللي راح يربح؟ اللي عامل لايك وعامل شير على الفيسبوك بيج وعلى البوست اللي على الفيسبوك بيج وعامل اكثر عدد منشن لاصحابه على الفيسبوك بيج. الريس بلش من هون لتخلص المسابقة، راح يتم اعلانها بيوم عيد ميلادي، بليلة عيد ميلادي. متى ليلة عيد ميلادك؟ ليلة عيد ميلادي راس السنة 31/12/2021، راح يتم ايقاف استقبال الريسبونسز على هذا الفورم، وبواحد واحد 2021 اللي هو عيد ميلادي راح نسكر او راح نعلن عفوا عن الفائز، نحكي معه على الايميل. لازم يكون الايميل اللي بتحطه في الفورم يكون ايميل شغال وبتشيكه دائما، لانه راح نبعث لك على الايميل انك انت
فزت ب $100 كاش، وناخذ رقم حسابك ونحول لك على رقم حسابك. الموضوع جدا بسيط، شارك المسابقه اربح $100، وراح يصير كل شهر راح يكون في مسابقه، بالكثير كل شهرين راح يكون في مسابقه، وكل مره الجائزه راح تختلف. فشدوا لنا حالكم www.gsobuy.com، انجوي وتشقلبوا واعملوا لايك وشير وسبسكرايب ونيبل النوتيفيكيشن بيل، وخلينا نربحكم $100 كاش من الانترنت في دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، الله أعلم حسب سرعة الانترنت اللي عندك وحسب قديش اصحابك راح يردوا عليك وراح يكتبوا اسمك في الفورم. لهلا في حدا يعني في يوم واحد انذكر 30 مرة في الفورم، فانت شوف قديش انت ممكن تكون عندك معارف، قرايب، اصحاب، اهل، حبايب، ناس ما بتعرفهم، ناس تبعت لهم على الفيسبوك، تعمل له شير للستوري تبعك، سوي اللي بدك اياه. وسلام.